كده نتكلم في الكلوز رقم 7 عن السبورت. السبورت بينقسم لخمسة سبكلوز: الريسورس، الكومبيتنس، الاورنس، كوميونيكيشن، دوكيومنتد انفورميشن. اول حاجه السبورت، الايزو عاوز يحدد الحاجات اللي انت محتاجها علشان تعمل شغل. انت علشان تعمل اي بروجكت محتاج ايه؟ اول حاجه محتاج ناس، محتاج انفراستراكشر، محتاج انفايرومنت. كل الحاجات دي المفروض ان هو بيقول ان الايزو بيقول لك ان انت لازم تحدد الحاجات دي عشان تبتدي تعمل البروجكت بتاعك. اول حاجه الانفراستراكشر، البنيه التحتيه. البنيه التحتيه دي عباره عن ايه؟ عن المباني، الارض، الصرف، المياه، المعدات، الاجهزه، كل الحاجات اللي انت محتاجها ان انت بتعمل بيها شغل. فدي الانفراستراكشر. اتنين او ثلاثه البيئه المحيطه، درجات الحراره والرطوبه لازم تكون مناسبه. محتاج احدد ايه هي العوامل البيئيه اللي لازم ارعيها وانا شغال، زي مثلا شركات الادويه. شركات الادويه لما بتيجي مثلا بتنتج خطوط انتاج لادويه معينه، في ساعات ادويه معينه بتبقى محتاجه درجات حراره معينه، في ادويه بتبقى محتاجه درجات اضاءه معينه، لو في نوع من الرو ماتيريال اللي هم بيتعاملوا فيها دي اتعرضت لضوء معين بتبقى خلاص كده هي باظت، فبتبقى محتاجه عوامل بيئيه معينه لازم ارعيها. محتاج اراقب العوامل البيئيه دي، احدد اجيب ادوات قياس تقيس العوامل البيئيه دي. ما ينفعش مثلا ان انا ابقى شغال في مشروع كونستراكشن وعندي درجه الحراره بره 80 وانا عندي عمال هيشتغلوا على الروف فوق ومفيش حاجه تقدر تقيس لي درجه الحراره اللي موجود فيها العامل اللي هو شغال ده. لازم يكون في ترمومتر موجود في الموقع، يمكن في كونستراكشن بيبقى عندهم في مكان كده في المخازن بيبقى موجود فيه ترمومتر يقيس درجه الحراره في الظل كل يوم. ولازم بتوع السيفتي بيراعوا بيقيسوا درجه الحراره دي وبيكتبوها في الديلي ريبورت بتاعتهم، وكل يوم بيقيسوها علشان يتاكدوا ان درجه الحراره دي ملائمه لعمل الموظفين اللي شغالين في المشروع ده. فمحتاج ان انا اراقب العوامل البيئيه دي بادوات القياس الموجوده. محتاج ان انا اعاير الاجهزه اللي انا بستخدمها في المراقبه دي. يعني ما ينفعش مثلا ان انا بتعامل بترمومتر الترمومتر ده عندي مش متعاير، او ان انا مش متاكد ان هو هل هو بيقيس درجه الحراره مظبوط ولا لا. فلازم من كل فتره للتانيه ان انا اعاير الجهاز ده علشان اتاكد ان هو بيقيس درجه الحراره بطريقه صحيحه. لازم ما يبقاش في تفرقه بين الموظفين. ما ينفعش ان انا اخلي عامل بيشتغل في درجه حراره 80 وان انا اوقف المهندسين ما يشتغلوش. لازم يبقى كل العوامل البيئيه ماشيه على كل الناس. ما ينفعش ان انا اخلي حد مثلا يشتغل 12 ساعه وعندي حد تاني بيشتغل 4 ساعات وبيخلص شغله على كده. فلازم يبقوا الاتنين زي بعض، كل الناس بتكون ماشيه عليها نفس الروز. ما يبقاش في ضغط زايد على الموظفين علشان يعملوا شغلهم. الناس لازم تعمل شغلها بطريقه مرتاحه، لان هم لو انا ضغطت عليه في يوم ان انا خليته يشتغل 12 ساعه النهارده، ممكن بكره هو ما يقدرش يجي، ممكن بعده ان هو ما يقدرش يجي. فانا بدل ما انا خليته يشتغل 8 ساعات النهارده 8 ساعات بكره، هو ممكن ياخد له اجازه يومين وهو تعبان ما يقدرش ان هو يجي يكمل معايا الشغل في الفتره الثانيه. تمام. بعد كده بنتكلم عن الكومبيتنس اللي هي كفاءة الموظفين. لازم الموظفين يتم اختيارهم بكفاءة وبمهارات متناسبة مع طبيعة العمل اللي هم بيعملوه. ما ينفعش أشغل معايا سواق مثلا وهو نظره ضعيف. ما ينفعش أشغل حد دليفري مثلا وهو عنده مشكلة مثلا في رجله أو إن هو بطيء في التعامل. ما ينفعش أشغل حد مثلا في الكاستمر سيرفيس وهو طريقه استيعابه قليله، او ان هو كلامه بطيء، او ان هو ما بيعرفش يتكلم بسرعه، او ما عندوش الملكه ان هو يعرف يرد على الناس بسرعه. فلازم ان انا احدد المهارات بتاعه الناس اللي شغالين معايا، واحدد ان لازم في شويه كفاءات تقدر ان هي تعمل طبيعه بتعمل شغلانه معينه. لازم اشوف ان الاثنين يبقوا كليفنت مع بعض، ما اجيبش حد ما بينفعش ان هو يشتغل الشغلانه دي واشغل الشغلانه دي. فلازم اول حاجه ان الموظفين بيتم اختيارهم بالكفاءه والمهاره اللي بتتناسب مع طبيعه العمل اللي بيعملوه. اتنين الاورنس، المعلومات والادراك اللي عند الموظفين لطبيعه الوظائف اللي هم بيعملوها، ودي غالبا بتيجي من التدريب. يعني الايزو بيبقى عاوز يعرف في الجزئيه دي ازاي الناس بيتم تدريبهم، ايه هي نتائج التدريبات،
بياخدوا فيها ايه، نتائج التدريبات دي بتؤدي الى ايه، لازم يكونوا الموظفين فاهمين سياسة الشركة واهدافها ومستوى الجودة اللي الشركة بتسعى ان هي تحققه. في ساعات شركات يعني بتبقى لازم مثلا من وقت للتاني بتدي للناس اللي شغالين معاها كورسز في حاجات معينة، يعني مثلا لو document control يدولهم كورس في document control أو في المانجمنت عشان يبقوا هم متأكدين إن هم على دراية بالسيستم اللي شغال. لو في مثلا في شركات بتدي ناس الكورسات انجليش مثلا عشان تتأكد إن هم مستوى الانجليش بتاعهم كويس، أو إن هم يقدروا إن هم يتعاملوا مع ناس بطريقة كويسة، أو هيتعاملوا مثلا مع ستاف أجنبي مع أي حاجة من الحاجات دي. فلازم هنا التدريب اللي الشركة بتعمله للناس دي، الايزو بيجي يأكد او بيجي يفتش ان الشركة دي فعلا بتطبق الكلوز دي ولا ما بتطبقهاش. طب هتعرف من فين؟ هتعرف من البرامج التدريبية اللي هي بتأديها للموظفين اللي شغالين عندها. هتعرف هل هي فعلا بتعمل awareness للناس في الكواليتي بوليسي ولا لا؟ هل هي بتبقى معرفة الناس الموظفين اللي عندها الاوبجكتيفز اللي هم بيتعاملوا فيها ولا لا؟ كل الكلام ده اللي بتقدر تستشفه الجهات المانحة للايزو، الشركة بتعمل ده ولا ما بتعملوش، حاجات كتير جدا. تمام، نيجي بعد كده للكوميونيكيشن. الايزو بيبقى عاوز يتأكد ان الشركة عاملة اجراءات واضحة ومنظمة لعمليات التواصل اللي بتحصل داخليا وخارجيا مع الشركة، فبيطلب من الشركة إن هي تكون عاملة إجراءات بتقول مين هيتواصل مع مين، أما يكون محتاج إيه، وطريقة التواصل دي إيه، وإمتى بيتواصل معاه. تمام، ده مثال صغير زي مين، مثلا زي الهيلب ديسك بتاع الأي تي اللي موجود عندك في الشركة. لازم الشركة تكون حاطة بوليسي أو حاطة إجراء بتقول إن حضرتك لما يحصل عندك مشكلة في الجهاز بتاعك تعرف ازاي الراجل بتاع الاي تي. طبعا في الشركات الصغيره مفيش مشكله، انت بتلاقيه في المكتب اللي جنبك بتروح تقول له انا عندي مشكله في الجهاز بيجي يحلها لك. طب في الشركات الكبيره اللي فيها 1000 و2000 واحد بتعمل فيهم ايه؟ الناس دي بتحدد فورم كده مثلا بتقول ان حضرتك لما يبقى عندك مشكله في جهاز الكمبيوتر بتاعك او في النتورك اللي عندك، حضرتك بتقدم فورم معينه موجوده عندك على الجهاز، تكتب فيها اسمك واسم الديبارتمنت بتاعك والاكستنشن بتاعك والاي بي بتاع الجهاز بتاعك، وبتقدمها مثلا للسكرتيره بتاعه القسم عندك. سكرتيره القسم بتنقلها للقسم التاني بتاع الاي تي، والراجل بتاع الاي تي بيشوف السكادول بتاعه وبيجي لحضرتك بيقول لك، بيجي يصلح لك المشكله بعد قد كده. تمام، فالايزو هنا بتبقى كده اتاكدت ان في اجراء لما حضرتك تحب تتواصل مع حد عشان مشكله تتواصل ازاي. فهنا بنقول ان حضرتك هتتواصل مع مين، ان الموظف هيتواصل مع سكرتيره القسم بتاعته امتى، لما تحصل مشكله عندك. بعد كده لما تكون محتاج ايه، لما تحصل مشكله. طيب ايه طريقه التواصل، ان حضرتك هتملى الفورم بتاعتك دي، وامتى انت هيرد عليك الخدمه بتاعتك دي، هيقول لك مثلا ان انت مثلا لو هي حاجه امرجنسي مثلا مقديه ان انت جهازك تماما مش عارف تشتغل عليه، اكيد هو هيتصرف بسرعه. انما مثلا لو حضرتك محتاج ان انت تعمل ابديت، او محتاج ان انت عندك لايسنس مثلا خلصت او اي حاجه من كده، هو بيديك فتره زمنيه كده عشان تقدر ان انت تاكتيفيت اللايسنس دي، تقدر ان انت تشتغل بيه. فانت هتعرف له كل التفاصيل. فهنا اللي يهمنا في القصه دي كلها ان الايزو بتقيس ان الاجراء ده متنفذ في الشركه بالطريقه دي ولا لا. زي ما بنقول مين هيتواصل مع مين، اما يكون محتاج ايه، طريقه التواصل ايه، وامتى هيتواصل معاه، وامتى هيتم الرد. عاوز تشوف الايزو، عاوز تشوف ان الاجراء ده كله جاهز وواضح وحضرتك قادر تتعامل معاه بسهوله. طيب الدوكيمنت انفورميشن، كنا بنقول من شوية إن أي عملية غير موثقة الأيزو بيعتبرها ما اتعملتش. أي عملية اتعملت وما تكتبش فيها أي حاجة هي ما اتعملتش، هي ما تنفذتش. ليه؟ لأن أنا بالنسبة لي إن دايما كل الحاجات اللي أنا بعملها لازم أكتبها علشان تكون documented، علشان يبقى متأكد إن الحاجة دي معمولة بشكل واضح، اتعملت بشكل صريح، معلن، كل الأطراف اللي موجودين في الشركة عارفين إن الحاجة دي اتعملت.